حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم، ونستهلها بالعناوين. منذ مطلع العام 31 قتيلا على الأقل داخل مخيم الهول، وأصابع الاتهام تتجه نحو تنظيم الدولة. وفي الشمال السوري المرضى يعانون خلال عمليات تحويلهم إلى المشافي التركية. والعفو الدولي تصف قرار ترحيل اللاجئين السوريين بالمروع والانتهاك الطائش لواجب الدنمارك في توفير اللجوء. مرحبا بكم. قتل أكثر من 30 شخصا منذ مطلع العام الحالي في مخيم الهول شمال شرق سوريا، بحسب مسؤول مكتب العلاقات التابع للإدارة الذاتية المنضوية تحت راية قسد. إلى ذلك علقت منظمة أطباء بلا حدود خدماتها احتجاجا على الوضع الأمني في المنطقة بعد قتل مجهولين لأحد العاملين معها داخل خيمته. أكثر من 30 شخصا قتلوا في مخيم الهول الخاضع لسيطرة قسد شمال شرق سوريا منذ بداية العام الحالي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول مكتب العلاقات في المخيم جابر شيخ مصطفى. مصطفى قال للوكالة الفرنسية إن 6 من القتلى قتلوا بأداة حادة والبقية بطلقات من مسدسات حربية، معبرا عن اعتقاده بأن خلايا تنظيم الدولة هي من يقف وراء الاغتيالات التي تحدث خصوصا في القسم الخاص بالعراقيين والسوريين، موضحا أن غالبية القتلى من العراقيين. الوضع الأمني في المخيم دفع منظمة أطباء بلا حدود لتعليق خدماتها بشكل مؤقت في المنطقة، بما يشمل توفير الرعاية الطبية وبعض خدمات المياه والصرف الصحي بعد مقتل أحد أفرادها مع عائلته داخل خيمته في 24 من الشهر الماضي. مدير الطوارئ للمنظمة في سوريا ويل تيرنر حمل قسد مسؤولية توفير السلامة والأمان في كافة الأوقات ضمن المخيم، مضيفا: يقتل الناس بوتيرة وحشية غالبا داخل خيمهم، إنها بيئة غير آمنة وبالتأكيد ليست مكانا مناسبا ليكبر الأطفال فيه، يجب أن يتوقف هذا الكابوس. ليس القتل فقط ما يتربص بقاتلي مخيم الهول، فقبل أيام لقي 6 أشخاص حتفهم بينهم 5 أطفال بعد اندلاع حريق امتد للخيام المجاورة وفق حصيلة أعلنت عنها إدارة المخيم. حريق أثار انتقادات دولية حول ضرورة السماح لكافة القُصّر المحتجزين في مخيمات أو سجون شمال شرق سوريا بالعودة إلى ديارهم. وفي هذا الخصوص قال المدير الإقليمي لليونسف في منطقة الشرق الأوسط تيد شيبان: في شمال شرق سوريا هناك أكثر من 22 ألف طفل أجنبي من 60 جنسية على الأقل يقبعون في مخيمات وسجون، بالإضافة إلى آلاف من الأطفال السوريين. الشيبان طالب قوات سوريا الديمقراطية والدول الأعضاء في الأمم المتحدة ببذل كل ما أمكنها من جهود لإعادة الأطفال الأجانب المتواجدين حاليا في شمال شرق سوريا إلى ديارهم وإدماج السوريين منهم في مجتمعاتهم المحلية. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الصحفي صهيب الجابر في شبكة فرات وسط المحلية مباشرة من أورفا. أستاذ صهيب يسعد مساك وأهلا بك على شاشة حلب اليوم. يعني بداية، خلال شهرين فقط يقتل أكثر من 30 شخصا داخل مخيم الهول، كيف يمكن لذلك أن يحدث دون معرفة الجنات أو القبض عليهم حتى؟ أستاذ مشاهدي حلب اليوم، طبعا هنالك يعني حقائق واضحة باتت اليوم، وهي أنه جميع هذه الجرائم لم تكن لتحدث لولا أنه هنالك تسهيلات من نوع ما تقدم من قبل القائمين على هذا المخيم، وهذا باعتراف قسد نفسها التي ألقت القبض على أحد المسؤولين منذ فترة قصيرة بعد شن حملة في القطاعات الخاصة بأوائل دولة المخيم. طيب هنالك أستاذ صهيب، حبذا لو أعادت، يعني كان هنالك تقطع في صوتك وصراحة أنا لم أفهم أي شيء.
كنت أقول بأنه هنالك جرائم عدة في الآونة الأخيرة ارتكبت داخل المخيم، كانت إحداها طبعا أو بعضها باعتراف قسد بأنها بتسهيل من أحد المسؤولين عن مخيم الهول، وهو الذي سبب بدخول عدد من الأدوات الحادة إلى هذه القطاعات التي تشهد تواجد لعوائل تنظيم دولة داخل المخيم. أيضا يوم أمس كان هنالك جرائم ارتكبت بحسب المعلومات الواردة، أحد اللاجئين العراقيين وهو بشار وليد الخالد يبلغ 40 عاما وهو من في القسم المخصص للنازحين العراقيين داخل المخيم، تلقى طلقات في الصدر وقتل. أيضا كان هنالك أحد اللاجئين منذ فترة أو أحد النازحين العراقيين منذ فترة وهو أحمد علي جاسم 18 عام لقي حتفه داخل المخيم. ليرتفع فقط خلال الأيام الماضية أستاذ عمار عدد الجرائم إلى 4 جرائم قتل خلال الأيام الماضية، علاوة على أكثر من 12 جريمة أواخر العام 2020. إذا وضع أمني أو واقع أمني متردي، وعلى أثر هذا الواقع الأمني يعني أطباء بلا حدود علقت عملها، كيف سيؤثر ذلك على سكان المخيم؟ بالطبع سوف يكون له تأثير كبير، خاصة إذا ما تحدثنا عن تعليق منظمات أخرى أيضا عملها في داخل المخيم، وأيضا تصريحات كانت من المسؤول عن اللجان الإغاثية التابعة للأمم المتحدة منذ فترة، والذي أعرب أيضا عن قلقه عن إمكانية توقف الأعمال الإنسانية داخل المخيم. هذه الجرائم لابد من وضع حد لها، لكن ما يحدث هو تساهل يسمح بتواجد الأدوات التي تنفذ بها هذه الجرائم والتي تطال عدد كبير من المدنيين المناهضين لتنظيم الدولة. ومن يرتكبها اليوم واضح، يعني حتى هذه المنظمات قالت بشكل صريح بأن من ارتكب هذه الجرائم هم خلايا تابعة لتنظيم الدولة داخل المخيم. كيف يسمح بأن يتم تسهيل هذه الجرائم طبعا أو عفوا تسهيل ارتكاب هذه الجرائم من قبل هذه الخلايا بمخيم مدار أو أمنيا مدار؟ طيب، من قبل قسد، يعني مخيم يحتوي على آلاف وربما عشرات الآلاف من السكان من المدنيين أو حتى من عوائل تنظيم الدولة، يعني لماذا برأيك لا يوجد حل حتى الآن لمعضلة مخيم الهول؟ قد تكون طبعا أو قد يكون هذا السبب وهو العدد الكبير، هو أحد الذرائع التي تتذرع بها قسد، لكن أيضا قسد تتلقى إمكانيات مهولة من أجل ضبط الأمن في هذه النقطة وفي نقاط أخرى. لذلك الإشكالية هذه نعم هي موجودة، العدد موضوع، أيضا حملات التي حملات مناصرة بالمناسبة التي هي موجهة لهذه الخلايا داخل المخيم، ولكن هذا يجب أن يوضع له حد من قبل قسد، التي بين الفينة والأخرى تعلن إعلاميا بأنها تشن حملات أمنية لمنع ارتكاب جرائم. شكرا. وعمليا على الأرض لا يحدث شيء. أشكرك جزيل الشكر الصحفي في شبكة فرات بوستر أستاذ صهيب الجابر، كنت معنا من أورفع. كشف تقرير صحفي أن الأضرار الناجمة عن تلوث المياه والأتربة في سوريا بدأت في الظهور بعد عقد من الصراع. هذا وأورد موقع World Politics Review تقريرا أشار فيه إلى أن تلوث البيئة السورية يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين وتقويض قدرتهم على تلبية احتياجياتهم الأساسية، كما إن ذلك يهدد مستقبل البلاد. استشهد التقرير بإحصائيات صادرة عن الأمم المتحدة تقول إن حوالي 15 مليون ونصف المليون سوري بما يتجاوز 90% من السكان افتقرون إلى مصادر مياه الشرب الآمنة، حيث حذر من أن ذلك قد يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المعدية. سنوات الحرب استنزفت المنظومة الصحية في أنحاء سوريا نتيجة دمار المستشفيات ونقص الكوادر الطبية وتفشي كورونا مؤخرا، وذلك بحسب تقرير للجنة الإنقاذ الدولية. وأضاف التقرير أن الغارات الجوية شكلت نحو 72% من الهجمات التي تعرضت لها المرافق الصحية، واصفا استهدافها بأنه استراتيجية حرب ذات عواقب وخيمة. هذا وأشار التقرير إلى أن المستشفيات تحولت من ملاذات آمنة للسوريين إلى أماكن يخشون دخولها. مئات المرضى في ريف حلب الشرقي ينتظرون دورهم في العبور إلى الأراضي التركية لمتابعة علاجهم وتلقيه،
خصوصا لمن لا يتوفر علاجهم في المناطق المحررة كمرضى السرطان وأمراض قلبية أخرى. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل. كانت صاحبة هذه الجنازة هي الحالة التي سأبدأ القصة منها، لكن الموت كان لها مني أقرب. مريضة السرطان نعايم محمد من مدينة تدمر يقول نجلها إنه استكمل كافة الأوراق والمعاملات اللازمة لتحويلها إلى المشافي التركية، لكن عقبات وقفت في طريقها للعلاج. اليوم توفيت والدتي، صار لها أكثر من شهرين، شهرين ونص تقريبا عم نعاني بموضوع دخولها إلى الأراضي التركية، طبعا مع الحصول على كامل الموافقات ولكن مع وقف التنفيذ. والدتي مصابة بسرطان برأس البنكرياس، طبعا في هذه المناطق تعتبر حالات السرطان حالات باردة، وهذا خطأ، يعني جريمة وليس خطأ فقط، هو جريمة بحق الأتراك وبحق المسؤولين في هذا البلد. عانى محمد لنحو عامين مع مرض السرطان، أجرى عدة عمليات جراحية وبدأ العلاج الكيميائي في الداخل منذ أسابيع، لكن تكاليف العلاج المرتفعة وعدم وجود مراكز وكوادر مختصة في المنطقة زادت من حالته سوءا. طلب مني جرعات كيماوي، طلب مني الدخول على تركيا لتكفية باقي علاجي. جينا ندخل على تركيا ما قدرنا، ما سمحوا لنا بالدخول خالص، يعني كل الوسائل بالإعلام بالكل ما قدرنا ندخل. اضطرينا أنه نعمل جرعاتنا هون بالشمال، جرعات الشمال يعني تكلفتها باغضة. نحو 250 مريضا في ريف حلب الشرقي من الحالات التي يعدها الأطباء حالات باردة ولا يتوفر علاجهم في المناطق المحررة، يسابقون الوقت والموت في انتظار تحويلهم للمشافي التركية. يقول الأطباء هنا إن الحالات الإسعافية الساخنة لا صعوبة في عبورها للأراضي التركية، لكن المشكلة تكمن في الحالات الباردة كما يصفونها. التأخير خارج عن السيطرة، خارج عن الإرادة، يعني معظم أمراض السرطان خصوصا المراحل المتقدمة بحتاج عناية مشددة بعد العلاج. العنايات المشددة بتركيا خصوصا في هالفترة كثير من الحالات اجى قبولها وتم تأجيله، لأن انتشار الكورونا العنايات المشددة صارت مشغولة بأمر آخر. يعني إذا ما كان في سرير عناية مشددة فاضي ما رح ياخذوا مريض السرطان إذا كان حالته متقدمة. هذا السبب. حتى في كثير مراكز سرطانية ومراكز حروق تم إلغاءها كمركز سرطان أو مركز حروق، تم تحويلها لعنايات مشددة لاستقبال مرضى الكورونا. الضغط هذا هو سببنا هالأزمة الكبيرة حاليا. توفر في الآونة الأخيرة علاج جزئي لمرضى السرطانات في المناطق المحررة، لكن باقي طرق العلاج التي قد تحتاج إليها الحالات المتقدمة لا يمكن توفيرها في الداخل، ويبقى مصير من يحتاج هذا العلاج رهن عبور الحدود. قد تكون الحدود هنا فاصلا ما بين حياة وموت، وينتظر مئات المرضى عبورا إلى الأراضي والمشافي التركية كبارقة أمل في علاج ينهي معاناتهم مع المرض في ظل وعود بحل هذه المشكلة. مالك أبو عبيدة، قناة حلب اليوم، من ريف حلب الشرقي. شاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها أيضا لكن بعد الفاصلة. في ريف حلب الإعلامي العربي سوار الذهب ينتج برنامجا يسلط الضوء فيه على نجاحات السوريين. مرحبا بكم من جديد شاهدينا الكرام في نشرة أخبار المساء تأتيكم من قناة حلب اليوم.
وصفت منظمة العفو الدولية قرار الدنمارك ترحيل نحو 100 لاجئ سوري بالمروع والانتهاك الطائش لواجب الدنمارك في توفير اللجوء. قال ستيف فالديز مدير شؤون اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة، قال إن سعي الحكومة الدنماركية لإعادة الناس إلى أيدي هذا النظام الوحشي هو إهانة مروعة لقانون اللاجئين وحق الناس في أن يكونوا في مأمن من الاضطهاد. كان وزير الهجرة الدنماركي ماتياس سفاي قد أعلن نية بلاده سحب تصاريح إقامة 94 لاجئا سوريا، وقال إن بلاده كانت منفتحة وصادقة منذ البداية بشأن الوضع في سوريا. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا الأستاذ محمد كاظم هنداوي مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان مباشرة من ميونخ. مرحبا بكم على شاشة حلب اليوم. يعني سيد هنداوي، ما مدى قانونية قرار الدنمارك ترحيل قرابة 100 لاجئ سوري؟ مساء الخير لحضرتك المشاهدين واهلا وسهلا فيكم. طبعا سهل. انا بس خليني ابدا كلامي بموضوع كثير جدا جدا مهم للسادة المشاهدين كان يعرفوا. اول شيء، ترحيل تسري لاي سوري من اوروبا هذا الامر لن يحصل ولم يحصل. يعني هذا الامر مستبعد تماما. لكن حاليا عم يحصل بكل اساس. عندما ياتي اللاجئ الى الاتحاد الاوروبي باختصار، هذا اللاجئ مباشره يتم قولنه وجوده باوروبا من خلال المحاكم الاوروبيه والاستماع له والاستماع لاسبابه. مع الاسف الاشخاص اللي تم حاليا سحب الاقامه منه وطلب منه مغادره البلاد هم 99.99% هم الأشخاص الذين لم يذكروا النظام سبب من أسباب لجوءهم. يلي الأساس هني ما ربطوا العملية الصحيحة يلي حصل بسوريا بالأحداث بالوضع اللجوء القانوني تبعهم. حاليا تعرف أنت النظام بسط سيطرته على الأراضي واحتل معظم أراضي سوريا. طيب هذه نقطة هامة أستاذ هنداوي، دعنا نتوقف عندها. يعني منذ فترة كان هنالك ممثل سوري في، والقصة معروفة، فادي اسمه على ما أذكر، كان في أليس كذلك، كان في هولندا. نعم. عندما يأتي أو يكون مؤيد للنظام ويقول أنا أتيت إلى هنا هربا من تنظيم الدولة أو من فصائل المعارضة فلنقل، وهو من دمشق والنظام سيطر على كل دمشق، إلى أي مدى الموضوع قانوني ويحق لهذه الدولة أن تعيده إلى النظام ما دام هذا اللاجئ ليس لديه أي مشكلة مع النظام؟ طبعا هلأ أول شيء كثير مهم أنه موضوع الناس تعرف أنه سبب أسباب اللجوء هو الذي سوف يعاملونك عليه مستقبلا. في حياة كل إنسان هون يمكن الناس ما بتشعر لأنه هي أساسا هذا الموضوع نخبوي وليس متاح لكل الناس. طبعا هن تلقائيا الاتحاد الأوروبي يتم إعادة تقييم الوضع السوري كل 6 شهور وبشوفوا شو صار من مستجدات وبيعطوا امر اساسا لشرطة الاجانب او مكتب الاجانب باستمرار الاقامة او توقيفها. هلا ما حصل انه تم ايقاف الاقامة لانه هن السبب اللي ذكروه انتهى. لذلك الموضوع ليس موضوع ترحيل السوريين الى سوريا مثل ما عم يروج له البعض وقد يطول الجميع. يوجد بالدنمارك لحالة او بالنرويج او بألمانيا في ملايين اللاجئين لم يمسهم أحد ولم يطلب منهم أحد. طيب حضرتك السورية. يعني تؤكد لنا أن هؤلاء الذين يعني يقاربون 100 94 لاجئا، هؤلاء كلهم بالكامل يعني لم يذكروا أو أن لديهم أي مشكلة مع نظام الأسد؟ نعم صحيح سيد، وهم معظمهم يعرف أنه أنا وقت عم يحكي من نابع معرفي لانه في كثير اشخاص منهم تواصلوا معنا كمنظمه وطلبوا مننا المساعده، لكن الوضع هو بالاساس اللي هو الغلط الكبير من البدايه انه هن ما تحدثوا الصح الحقيقه انه هو النظام يقتل الشعب. وهذا هو نحن ما عم نقول انه كذبوا، يعني نحن هذا الشيء اللي عم يحصل وبيعرفوا المنظمات الانسانيه وبتعرف التقارير. طيب انه هذا النظام يطش بالشعب. ما رايك بتقرير منظمه العفو الدوليه اذا على هذا الموضوع؟ طبعا هلا هذا لازم نحن نمنع الترحيل، لازم. لانه هذا الترحيل اساسا في ظل بقاء النظام نحن نستشعر الخطر
على هؤلاء بغض النظر عن كلامهم اللي حكوه. سوريا تعتبر دولة غير آمنة ضمن قوانين وتشريعات الدولية، ما بإمكان أي دولة بالاتحاد الأوروبي تهميش. أنا ليش قلت لك من البداية أنه ترحيل لا يوجد ترحيل، لكن أن الدولة كيف راح تستقبل لهذا الشخص وتخليه على أراضيها؟ طبعا بإمكانها هي الطفش وتطفيش يعني سهولة، ما يعني هذا الموضوع متاح يعني. أشكرك أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد كاظم هنداوي، مدير المنظمة العربية الأوروبية لحقوق الإنسان، كنت معنا من ميونخ. أوقفت عدة مدارس في ريف الرقة الشمالية العملية التعليمية احتجاجا على فرض قسد التجديد الإجباري على المدرسين وإصدارها قوائم رسمية بالمطلوبين. هذا وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة أعلن فيها المكتب التربوي في منطقة حزيمة شمال الرقة إضراب مدرستي اليرموك الابتدائية والإعدادية. ونقل موقع العربي الجديد عن أحد المدرسين في المنطقة قوله إنهم أعادوا الطلاب إلى منازلهم الساعة 10 من صباح يوم الأربعاء وأوقفوا العملية التعليمية في المدرستين، وأكدوا أنهم لن يعودوا إلى التعليم قبل أن تتراجع قسد عن قراراتها المتعلقة بتجنيد المدرسين. هاجمت الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا زيارة وفد من الائتلاف الوطني المعارض برئاسة نصر الحريري إلى إقليم كردستان العراق، صفة زيارة بأنها إضرار بالقضية الكردية على حد تعبيرها. جاء ذلك في بيان أصدرته ممثلية الإدارة الذاتية، حيث اعتبرت أن طريقة استقبال المسؤولين في إقليم كردستان لوفد الائتلاف لا تخدم المصلحة الكردية ولا مصلحة الشعب السوري وفق البيان. حمل وزير الكهرباء في حكومة النظام غسان الزامل السوريين مسؤولية قطع التيار الكهربائي لفترات طويلة خلال النهار في مناطق سيطرة نظام الأسد. وأشار الزامل في تصريح لصحيفة الوطن الموالية أن معدل استهلاك العائلات يصل إلى 10 كيلو واط يوميا، لافتا إلى أنه لو التزم الجميع بهذه الكمية بإدراك لتم إلغاء ساعات التقنين على حد وصفه. وطالب الزامل السوريين بما وصفها عقلنة وترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن استهلاك الكهرباء في أي دولة في العالم المتحضر للعائلة لا يتجاوز 15 كيلوغراما من الكهرباء يوميا. بادر الإعلامي العربي والمعلق الرياضي القطري سوار الذهب بالدخول إلى المناطق المحررة شمال سوريا وإنتاج برنامج يسلط الضوء على المبادرات الإيجابية في البيئة السورية في الشمال السوري المحرر. تعال تعال تعال. أنا معلق رياضي، علقت مباريات كثيرة جدا، علقت كؤوس عالم، لكن ما ألتمسه من فرحة طفل لتعليق مباراة في المخيمات فرحة طفل حقيقية بالنسبة لي أبلغ من أي مباراة. هذه ببساطة يعني ملخص للبرنامج وسبب الدخول إلى الداخل السوري. فكرة برنامج عمران هي فكرة بسيطة، هي فكرة مستوحاة من الاسم، اسم عمران هو البناء. وأنا أعتقد أنه العالم العربي خلال السنوات الأخيرة عاش كثير من الأزمات وكثير من النكبات المتواصلة اللي كان لها الأثر النفسي حتى على حياة الناس. الآن البعض يبحث عن الأمل ويبحث عن بارقة أمل ويبحث عن نماذج إيجابية يطرحها في الواقع العربي على أقل تقدير تكون ضمادات نفسية للناس لما تراه في الشاشة بصورة عامة. بكل بساطة الواقع السوري والداخل السوري جسد بطريقة فيها المآسي وجسد بطريقة فيها الكوارث، لكن الجانب المشرق لم يظهر. لذلك رأيت أن الأمثلة الحقيقية التي من الممكن أن نطرحها لابد تبدأ من بيئة فيها المعاناة تخلق هذا الأمل، فهي أقرب لنفس المشاهد من أي بيئة أخرى. مثالا لو بدأت مثلا من أوروبا، العرب الموجودين في أوروبا هم في بيئة مستقرة، أو من الخليج، لكن وجود بيئة مثل البيئة السورية هي فيها إلهام مضاعف لمن يشاهد هذا البرنامج. هذه ببساطة فكرة البرنامج، تقوم على أمر عملي، تقوم على المعايشة الحقيقية، تقوم على إظهار النماذج الإيجابية. أعطيك مثال بسيط جدا. العام الماضي أنا دخلت للداخل السوري وكنت في هذا المخيم، الشباب الموجودين كلهم جابوا طابة على قولتكم وأصبحوا يلعبوا معاي. بكل بساطة أهل المخيم الموجودين ومنهم أعمامنا الموجودين رغم الظروف ورغم المعاناة أكرموني ترجع مرة أخرى، لأن هؤلاء الناس أنا تعلمت منهم
ووجدت فيهم معاني وفضائل الأخلاق من الصبر. للأسف هذا الجانب لم يظهر. الجوانب التي ظهرت جانب الإعانة، جانب الصدقات، جانب المجتمعات التي تظهر بأنها متكفلة أو فوق المجتمع، لكن هذا الشعب هو شعب معلم. في الداخل السوري رأيت معاني النبوة متجسدة في الشارع والناس متخلفة أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك من الأولى أن يظهر هذا الواقع السوري وتظهر الصورة الإيجابية بالنسبة له. ناهيك عن كثير من القضايا المشتركة على مستوى العالم العربي التي يجب أن نتطرق لها، مثل قضية التعليم، لابد أن نعكس واقع التعليم كما هو. عمالة الأطفال لابد أن تعكس كما هي، لأن كثير من المنظمات توجه دعمها دون أن تدري عما يحدث في الواقع، فأنا هنا ناقل للواقع. وإلى هنا نكون وصلنا إياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه النشرة، ولمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا على موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. يا منيلة.